the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. تقدم شاب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية لخطبة فتاة في الجزائر، وفجأة طلب يد الأم. هذه قصة حقيقية وليست سيناريو لفيلم هندي درامي. أدعوكم لتتعرفوا على تفاصيل هذه القصة، ولكن لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. بطل القصة هو الشاب محمد ذو 45 سنة وأبا لولدين. توفيت زوجته قبل عامين، فقرر البحث عن شريكة حياته تكون طيبة وودودة مع طفليه اللذين لا يتجاوزان سن 5 سنوات. فنصحه أقرباءه ببنت تدعى فرح وتقطن في الجزائر العاصمة، يتيمة الأب وتبلغ من العمر 19 سنة، تكون مناسبة له. فمن دون تردد ذهب في الصيف إلى الجزائر العاصمة حيث تقطن أخته، علما أنه يقطن في باريس منذ ولادته. فحدد موعدا للقاء البنت على أساس خطبتها بعدما رأى صورتها فأعجبته. فكان الموعد صادما له حيث رأى البنت لكنها لم تعجبه بقدر ما أعجبته أمها التي تدعى حفيظة وتبلغ من العمر 40 سنة، والتي كانت فائقة الجمال، حيث انبهر ليس فقط بجمالها وإنما ببلاغة لسانها وشخصيتها القوية. وقال من دون تردد: لقد وجدتها، هذه هي التي أبحث عنها لتكون زوجتي وأم أولادي. فلم يتردد في مصارحة الأم بالمسألة التي فاجأتها وطردته من البيت، حيث قالت بصريح العبارة: لا ابنتي ولا أنا نصلح لأن نكون زوجة لك، فأنت مريض نفسيا. لم يقطع محمد الأمل بإقناع الأم بأنه فعلا معجب بها ويريدها زوجة له، حيث أرسل لها أخته لكن من دون جدوى ليعود إلى باريس محبطا يائسا. لكنه اهتدى في الأخير إلى فكرة يمكن أن تشفع له في تحقيق أمنيته، حيث لا يزال محتفظا بصورة البنت. فذهب إلى جاره حسن وعمره 30 سنة، والذي كان يبحث هو الآخر عن زوجة من الجزائر تكون في مقتبل العمر وجميلة، فأعطاه صورة البنت التي تشبه أمها في الجمال وقال له إنها إنسانة محترمة تليق أن تكون زوجتك المستقبلية. فلم يتردد الشاب حسن في الذهاب إلى الجزائر لخطبتها، وفعلا صارت الأمور طبيعيا وتزوجها وأخذها إلى باريس. حينها فرح محمد بقرب تحقيق حلمه، وذهب مجددا إلى العاصمة لرؤية أم الشابة وأعلمها بكل الخطوات التي عملها مع جاره للظفر بها، فأعجبت به وقابلت أن تشاركه الحياة ليتم زواجهما بعد شهر بالضبط من زواج ابنتها. وتشاء الصدف أن تسكن في نفس العمارة التي تسكن فيها ابنتها في باريس وتكون جارتين. وفي الأخير يا أعزائي، ما رأيكم في تصرف الشاب محمد؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. لو كنت مكانه ماذا تفعل؟ دمتم بألف خير أصدقائي، نلتقي في فيديو آخر. Run free and dive into the sky. Hear the wind.